طبعا من ضمن الحاجات اللي كانت معاه هو طول عمره يعني كان هو طول عمره يصدرك في المصايب، طول عمره على يصدرك طول في هو المصايب. جاب لي 3 في 6. يعني لو انا عامل جنايه ولا اي حاجه ما كنتش ده عمري ما كانش الايقاف الوحيد، وقفت تاني بسببه برضه. عمري ما دخلت اسم. هو عمري في حياتي هو جاب لي 3 في 6 شهور. والله والله ايه اللي حصل؟ يوم الصباحيه بفتح الجرنان، الصباحيه ده تاني يوم جوازك تاني يوم يعني. جوازي خلاص بقى خلصنا الماتش وراجعين وعملت الفرح واتجوزت وكل حاجه، وهو جاي لي في الفرح وتمام وبتاع، بطلع الجرنان تاني يوم ايقاف مع عبد الرازق لمده 6 شهور. مش كانوا 3؟ بيتمدوا ل6 عشان عملنا برضو ايه، عملنا مشكله تانية في ماتش. قال لي ايه برضو كابتن في حقوقه إيه عمل لفظ مع الحكم وقال مين اللي ايه؟ وقام جاي قال لك مين اللي قال. قلت له انا. قال لا انت اللي قلت، مش عيب، الراجل ده راجل محترم وحكم محترم وحكم كفاءه. قلت له انا اللي عملت كده. قال لا، قمت اخد 6 شهور يعني. بس فمواقف يعني ما من سهلوش، ربنا يديله الصحه. فدي الحياه احلى ايام عمرنا، ايام التدريب. هي يعني حكاوي جميله ولازم نكملها مع لا بعض، زي بس ما حضرتك مضطرين نطلع بنضحك فاصل. تحت امرك. نطلع لفاصل سريع ونرجع ونكمل كلامنا النهارده مع كابتن ميمي عبد الرازق في اون سبوت. خليكم معانا.